عندنا أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بدراسة متن الأصول الثلاثة. بما سيبر بينش برسي مهنا كي بريك أم كتابك سي أصلي تملك سي برسي قبر داتينا برسكرني بريك ونا أم قريب بينش تشتادا حاكم فن. لماذا ندرس التوحيد؟ أم سبا شي توحيدي دخونا. لماذا ندرس هذا المتن المبارك؟ سبا شك أم في متن أصول الثلاثة دخونا. ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ أصول الثلاثة متن ويتشية هي أسئلة القبر أو نو برسي قبر داد ماتينا برسكرني أو برسانانا. ما الفائدة من الدراسة؟ فائدة في خاندنا في درسي في كتابي تشية. هذا المتن يحتوي على ماذا؟ أف متنا سر تشهاتي نفساري داد يحتوي على المسائل الأربع سر تشور مسألة هاتي نفساري المسائل الثلاثة سي مسألة دنانا هاتي نفساري. لماذا ندرس التوحيد؟ سبا شام توحيد دخونا. شرح الأصول الثلاثة شرح أصول الثلاثة يعني ذاكرنا ويا خبرنا ويا وخاتمة الكتاب وخلص بنا